السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم سادس حبايبي؟ إن شاء الله إنه كلكم بتكونوا بخير وسلامة، نرجع نلتقي على خير قريبا. اليوم كملين مع بعض في مادة التاريخ لوحدة اللي بدأنا فيها، وحدة الخلافة الراشدة. أخذنا عن الخليفة أبو بكر، وأخذنا عن إنجازاته، وبلشنا في درس الخليفة عمر بن الخطاب، وأخذنا من أعماله. وهلأ بدنا نشوف درسنا اليوم، اللي هو الفتوحات الإسلامية اللي صارت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طبعا كليتكم تعرفوا من الأمور اللي أخذناها بهاي الوحدة والوحدة السابقة، إنه الله عز وجل سمح لإلنا أو سمح للمسلمين بالجهاد وبهاي المعارك إنها تصير لأسباب عدة، من أهمها نشر الدعوة الإسلامية وكف الأذى عن المسلمين، وكمان عشان ترتفع هيبة المسلمين بين القبائل الأخرى من أيام الرسول. هذا الحكي بلش. فهلأ بدنا نشوف الفتوحات الإسلامية اللي صارت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طبعا الفتوحات الإسلامية كانت مبلشة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكملها كمل على نهج الرسول أبو بكر الصديق، وهلأ أكمل عليها عمر بن الخطاب اللي بدنا ناخد عنها بدرسنا اليوم. الأهداف اللي نتعرف عليها: الفتوحات الإسلامية اللي صارت في بلاد الشام، نعددها ونشوف وين صارت ومين كان قائد لكل معركة، وكمان بدنا نشوف فتح العراق وبلاد فارس اللي هي إيران هلأ المتعارف عليها، والمعارك اللي تمت فيها، وبدنا نشوف كمان فتح مصر كيف تم وشو كان السبب منه، وكمان بدنا نتعرف كيف توفى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هلأ بدنا نشوف الفتوحات الإسلامية اللي صارت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. زي ما حكيت لكم صار فتوحات في بلاد الشام، وكمان فتح العراق وبلاد فارس، وفتح مصر. هلأ الفتوحات اللي صارت في بلاد الشام، منطقة بلاد الشام، اللي هي معركة اليرموك وبيت المقدس. طبعا معركة اليرموك صارت في 15 للهجرة، وبيت المقدس 16 هجري. الفتوحات اللي صارت بالعراق وبلاد فارس اللي هي إيران هلأ، صارت فيها معركة القادسية بال 15 هجري، ومعركة نهاوند ب 21 هجري. فتح مصر اللي كان ب 19 هجري، تم فتح مصر على مراحل. أول إشي دخلوا للعريش، بعدين الإسكندرية لحديت ما سيطروا عليها كاملة. خلينا هلأ نتناول كل واحدة بشكل منفصل وموضح بشكل أكبر. أول إشي بدنا نشوف الفتوحات الإسلامية اللي صارت في بلاد الشام، طبعا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. أول معركة أو أول فتح إسلامي صار في بلاد الشام، اللي هو معركة اليرموك اللي صارت بال 15 هجري. وكمان الفتح الثاني هو فتح بيت المقدس اللي صار بال 16 هجري. هلأ معركة اليرموك صارت بمنطقة اليرموك أو سهل اليرموك الموجودة عندنا في شمال الأردن. يعني معركة اليرموك صارت عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا الأطراف اللي كانت مشاركة فيها كانت المسلمين ضد الروم. المسلمين كان قائد المعركة، معركة اليرموك، كان القائد خالد بن الوليد، والروم كان قائدهم هو هرقل. طبعا انتهت المعركة بانتصار المسلمين، وسميت هاي المعركة أو كانت من أهم المعارك الإسلامية، لأنها أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام. يعني بطل في أي وجود للبيزنطيين في بلاد الشام، اللي هي الدولة الرومانية، البيزنطيين بطل إلهم وجود عنا. فعشان هيك كانت من أهم المعارك الإسلامية اللي صارت هي معركة اليرموك. زي ما حكيت لكم صارت في المملكة الأردنية الهاشمية في سهل اليرموك الموجود شمال الأردن. ننتقل للمعركة الثانية اللي هي في بلاد الشام، أو كيف تم الفتح الثاني، اللي هو فتح بيت المقدس. طبعا بيت المقدس كلياتكم بتعرفوا ان القدس هي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي كمان ارض الاسراء والمعراج، وإلها مكانة مهمة عند المسلمين. طبعا هلا لما صار فتح بيت المقدس، المسلمين حاصروا القدس، فالرئيس اللي هناك
كان موجود اللي هو البطريق، ما كان قدامه أي إشي يعمله إلا أنه يستسلم ويسلم مفاتيح بيت المقدس لإلهم اللي هو مفاتيح القدس. فطلب أنه يسلم المفاتيح بس لعمر بن الخطاب شخصيا، يعني عمر بن الخطاب يكون متواجد. طبعا هاي المعركة لما صارت عمر بن الخطاب ما كان معهم، كان هو باعت المسلمين، يعني كان باعت جيش المسلمين. فأبو عبيدة عامر بن الجراح راح هو لعمر بن الخطاب وحكى له انه انت لازم تكون موجود عشان البطريق هو بده يسلمك المفاتيح تاعت القدس. فالخليفة عمر بن الخطاب وافق وأجب نفسه لبيت المقدس، كمان أجب نفسه مش بس عشان يستلم مفاتيح المقدس القدس، لأ عشان يأكد إنه مكانة القدس إلها مكانة دينية مهمة عند المسلمين زي ما حكيت لكم، لأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأرض الإسراء والمعراج. لما وصل لإلها طبعا رحلة طويلة كتير من مكان وجود عمر بن الخطاب للقدس، الرحلة كانت طويلة ومتعبة. لما وصل عشان يلبي طلب البطريق اتسلم، أخذ مفاتيح القدس من البطريق وأقام في القدس هناك عدة أيام، يعني قعد فيها كم من يوم. طبعا ليش قعد؟ نظم أمورها وأمر إنهم يبنوا مسجد في بيت المقدس في القدس، وهيك القدس دخلت تحت راية الإسلام، يعني صار المسيطر عليها هم المسلمين. طبعا هناك كان في ناس مش مسلمين وما بدهم يسلموا، وانتوا عارفين انه ما كان في اسلام بالغصب، كان اللي بيحب يفوت بالاسلام اهلا وسهلا، اللي ما بيحب بتعرفوا انه كان يترتب عليه زي ضرائب هاي الامور، بس ما كانوا يؤذوه ولا يعملوا له اي شيء. فهناك الخليفة عمر بن الخطاب قبل ما يرجع للمدينة كتب لأهل القدس عهد أمان. طبعا عهد الأمان هاد كان إنه يأمنهم أو يآمن على أموالهم كنائسهم إنه ما تهدم وما حدا ياخد منهم أي إشي ولا تسكن وما ينقص منها أي إشي، وما حدا فيهم يجبرهم إنهم يفوتوا على الإسلام في الإسلام. طبعا هاي كانت برسالة طمأنينة للناس الموجودين في القدس اللي هم ديانتهم غير الديانة الإسلامية، وهذا العهد سمي بالعهدة العمرية. يعني من شروط العهد العمرية أو شو ضمنت العهد العمرية اللي هي زي ما حكيت لكم إنه أمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم كنائسهم، ما يهدموها وما حدا يفوت فيها إلا يعني كل إشي كان يكون بالتراضي، وما يجبروهم على الدخول في الإسلام إنهم يغيروا ديانتهم. يعني الفتوحات الإسلامية اللي صارت في بلاد الشام، معركة اليرموك وحكيت لكم كيف تمت، ومعركة بيت أو فتح بيت المقدس وكيف تم. ننتقل هلأ لفتح العراق. فتح العراق تم من خلال شغلتين اللي هي معركة القادسية اللي صارت بالخمستاش هجري، ومعركة نهاوند اللي صارت ب21 هجري. هلأ معركة القادسية اللي صارت بخمستاش هجري، الأطراف اللي كانوا مشاركين فيها كانوا المسلمين، والقائد كان سعد بن أبي وقاص، والفرس كان قائدهم اسمه رستم. طبعا هاي المعركة لما صارت انتهت بانتصار المسلمين، ورستم اللي هو قائد الفرس انقتل، والمسلمين دخلوا على المدائن اللي هي عاصمة الفرس اللي هي عاصمة إيران حاليا اللي هي المدائن، دخلوها وسيطروا على المنطقة هناك وصارت بلاد فارس تحت سيطرة المسلمين. معركة نهاوند صارت ب21 هجري. طبعا المسلمين هناك تابعوا عمليات الفتح الموجودة في بلاد الفرس، يعني وصلوا للعاصمة صحيح، بس كمان بدهم يسيطروا على المدن اللي حواليها لحديت ما وصلوا لمنطقة اللي هي تدعى نهاوند. كان القائد وقتها للمسلمين اللي هو النعمان، انتصروا طبعا عليهم برضو المسلمين، انتصروا على الفرس. وهاي المعركة معركة نهاوند سميت بمعركة فتح الفتوح. ليش سميت بفتح الفتوح؟ لأنها أنهت حكم الدولة الساسانية اللي هي الفارسية، وكل مدن إيران بوقتها سقطت وكليتها صارت في
أيدي المسلمين وتحت الراية الإسلامية وصارت مدن للمسلمين. هاي هيك تمت فتح العراق وبلاد فارس. ننتقل هلأ لفتح مصر، نشوف كيف تم. طبعا هلأ بعد ما قاموا بفتح بلاد الشام وفتح العراق وبلاد فارس، بلشوا يفكروا كيف بدهم يقوموا بفتح مصر. طبعا ليش أو شو السبب اللي خلاهم يقوموا بفتح مصر؟ عشان تأمين الوجود الإسلامي في بلاد الشام ويحموها من الأسطول البيزنطي، لأن الأسطول البيزنطي اللي هي الدولة الرومانية زي ما حكينا ببداية الدرس، إذا هو سيطر على مصر رح يصير إنه ممكن يأثر على البلاد اللي قامت المسلمين على السيطرة عليها. فبوقتها عمر بن العاص أشار على عمر بن الخطاب وحكى له إنه إحنا لازم نقوم بفتح مصر ونضمها للبلاد بلاد الإسلام. فبوقتها عمر بن الخطاب وافق، مع إنه كانوا بوقتها المسلمين منشغلين بحروب أخرى ومعارك أخرى ضد الفرس والروم، وكمان هلأ بدهم يصيروا مع بدهم يقوموا بفتح مصر، فرح تزيد عليهم، رح يكون عليهم عبء. بس وافق لأنه هي خطة منيحة أو فكرة كويسة كتير، رح تزيد من اتساع الدولة الإسلامية ونشر الإسلام. فبوقتها بعت عمر بن الخطاب القائد عمرو بن العاص وأعطاه جيش وراحوا على منطقة مصر. أول إشي وصلوا لمنطقة العريش، بعد ما وصلوا لمنطقة العريش وقاموا بفتحها والسيطرة عليها، انتقلوا للإسكندرية وبرضه قاموا بفتحها وسيطروا عليها. وهيك صارت مصر ضمن إقليم الدولة الإسلامية وصارت قاعدة لفتح الفتوحات اللي بدهم يعملوها بشمال أفريقيا. زي ما بتعرفوا إنه مصر موجودة بأفريقيا، واتخذوا مصر قاعدة للفتوحات اللي بدهم يقوموا فيها بأفريقيا. طبعا هناك لما قاموا بفتحها أعطوا الأقباط اللي هم موجودين في مصر، القبطيين اللي هناك، أعطوهم عهد أمان زي كيف العهد العمرية اللي عملها عمر بن الخطاب مع في بيت المقدس. برضو نفس الإشي هون، عملوا عهدة أمان مع أهل الذمة. أهل الذمة هم الناس اللي من غير ديانة الإسلام، وأعطوهم عهد أمان إنه ما رح يؤذوهم وعادي الحياة رح تكون طبيعية، وضموا مصر للدولة الإسلامية وأصبحت تحت راية الإسلام. هلأ بعديها عمر بن الخطاب توفى. خلينا نشوف كيف عمر بن الخطاب توفى. طبعا عمر بن الخطاب توفى في السنة 23 هجري. توفى كان بيصلي صلاة الفجر وكان هو الإمام. توفى على يد أبي لؤلؤة المجوسي، أجا وطعنه وتوفى عمر بن الخطاب على أثر هاي الطعنة في 23 هجري. هيك كانت وفاة عمر بن الخطاب. يعني اللي كانوا يسألوني بدرس أبي بكر الصديق إنه قبل ما يتوفى هو اختار عمر بن الخطاب إنه يكون خليفة من بعده، وعمر بن الخطاب ممكن يختار اختار هو خليفة من بعده، لا ما كان أصلا هو ما مرض ولا حس إنه هو بده يتوفى، لا هو توفى يعني ما كان ماله إشي، توفى بطعنة من أبي لؤلؤة المجوسي، فما كان هو اللي راح يختار الخليفة من بعده. وبالدرس الجاي بنشوف مين الخليفة اللي بعديه، وبنشوف كيف تم اختيار الخليفة اللي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلينا نشوف كل الشرح اللي حكيناه وين موجود عندنا بالكتاب. هلأ الدرس زي ما حكيت لكم موجود بصفحة 65. أول إشي بدكم تعرفوا إن الفتوحات الإسلامية اللي صارت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فتوحات بلاد الشام وفتح العراق وبلاد فارس وفتح مصر. هلأ فتوحات بلاد الشام اللي هي معركة اليرموك، وكل إشي هون موجود نفس السلايدات اللي شرحتها، وفتح بيت المقدس برضه نفس الإشي. فتح العراق اللي هي معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، كانت ضد الفرس بقيادة رستم، وانتصروا طبعا المسلمين. معركة نهاوند برضو كانت بمنطقة نهاوند بقيادة النعمان، وانتصروا فيها المسلمين، وسميت بفتح الفتوح لأنها أنهت حكم الدولة الساسانية اللي هي الفارسية.
وثالث فتح إسلامي صار اللي هو فتح مصر، وحكيت لكم إنها سعد عمر بن العاص هو اللي أشار على الخليفة عمر بن الخطاب يقوم بفتح مصر، عشانها كانت رح تكون إشي مهم جدا للمسلمين وتطور من الدولة الإسلامية وتكبرها وتكون قاعدة لفتوحات أخرى. فذهب لإلها عمر بن العاص وأخذ جيش وفتح مدينة العريش، وبعدين نحو الإسكندرية وقام بفتحها كاملة. بعدين وفاة عمر بن الخطاب، عندك هون التاريخ، وتوفي على يد أبي لؤلؤ المجوسي لما كان بيأم بالناس في صلاة الفجر. خلينا ننتقل لحل أسئلة الدرس. موجود عندك حل الأسئلة بصفحة 69. السؤال الأول بيحكي: عرف ما يأتي. القادسية اللي هي معركة حدثت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم، وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم قائد الفرس. العهد العمرية اللي هي كتاب أمان من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل بيت المقدس، عهد أمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم إنها لا تهدم ولا تسكن ولا ينتقص منها أي شيء. نهاوند هي معركة حدثت بين المسلمين والفرس وانتصر المسلمين عليهم، وسميت المعركة بفتح الفتوح بسنة 21 هجري. السؤال الثاني بحكي العبارات الآتية، بدنا نحط صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم، خطأ، قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي. القائد المسلم الذي قام بفتح مصر هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، خطأ، انتصر المسلمين على الروم في معركة اليرموك، صح، قتل القائد رستم في فتح بيت المقدس، خطأ. وننتقل هلا لحل السؤال الثالث اللي بيحكي: بين أسباب ما يأتي. أطلق على معركة نهاوند اسم فتح الفتوح لأن المسلمين انتصروا على الفرس، وبهذا الانتصار انتهت دولة الفرس. با ذهاب الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه إلى بلاد الشام لتسليم مفاتيح القدس، ليه؟ لأنه كانت طلب رئيس الأسقفية اللي هو البطريك عشان هو يسلم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب، ووافق الخليفة ليش؟ عشان يفرجينا مكانة القدس الدينية عند المسلمين لإنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأرض الإسراء والمعراج، وراح لإلها بعد رحلة طويلة وتسلم مفاتيح القدس. أهمية القدس للمسلمين: أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأرض الإسراء والمعراج. هيك بنكون انتهينا من درسنا لليوم. بتمنى إنكم تنقلوا حل الأسئلة عندكم على الكتاب، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.